أسبوع في صفاقس كان ممزوج بين الحديث عن البطولة الوطنية والبطولة الإسبانية. محليا كانت الأنظار متجهة نحو مواجهة جريدة توزر وضرورة تحقيق الانتصار لتجاوز هزيمة الجولة الفارطة في باجة. أوروبيا كان الحديث حول اتفاقية شراكة مع الفريق الإسباني فياريال، إمكانية احتراف زوز ملاعبية لأول مرة في الليغا الإسبانية. والله الاتفاقية إن شاء الله بعنا مباراة ودية باش نعملوها، حبينا نعملوها في 5 مارس، لكن حكمت فينا ظروف متاع العشب متاع طيب المهيري، كما تعرفوا هي بمناسبة افتتاح طيب المهيري ورجوعه للنشاط بعد غياب تقريبا 7 شهور ولا أكثر. الحمد لله معناتها باش يكون الافتتاح هذا في بالنا نبداوه بالمباراه هذه، لكن المهندسين والبلديه انا قالت لها راهم يتحملوا 2 مباريات كما تعرفوا، فما الدور الاياب بالنسبه لكاس رابطه الابطال، ولذا وخرناه يوم 20 مايو ان شاء الله تكون هذه المباراه معناتها اللي اتفقنا في الموعد وتحدد ووقع الموافقه ما بين الزوز انديه والمدرب نتاعهم وكل المسؤولين. الحمد لله معناتها هذه شيء مهم. والشيء الثاني ان شاء الله زاد فما تبادل معناتها خبره بالنسبه لل معهم هم فيما يخص تكوين الشبان، فيما يخص معناتها طريقه العمل، وبعض زاد كيف كيف فما لاعبين انا زاد باش يتبعوهم ويشوفوا اذا فما امكانيه تنقل معناتها لاعب او 2 من النادي الصفاقسي بالنسبه للفريق هذا، لما لا ان التجربه هذه يكون اللي نحبوا عليه. كما تعرف برشا عروض على لاعبين نادي الصفاقسي، لكن بالنسبه لنا نخيروا مستقبل اللاعب اكثر من الامور الماديه. نادي الصفاقسي اللي بحث منذ البداية على التهديف لقى أمامه منافس صعب الاختراق، وهذاك علاش حاول تسديد من بعيد، وفي كل مرة واجه حارس كان جاهز كما يلزم في 3 مناسبات. الأولى أمام محاولة محمد علي منصر، ومرتين يتصدى خميس الثامري لتسديدة الدونك. في المقابل اللمسة الأخرى أمام المرمى كانت غايبة على مهاجمي جريدة توزر على غرار محاولة بكير بعد توزيع من هيثم سالم، كرة يقطعها ماهر الحناشي في الوقت المناسب. يتحرك بعدها محمد علي منصر، محاولة أولى كادت تغلط الحارس الثامري اللي تصدى بصعوبة، والثانية جات بعد توزيع من دونغ. الحارس الثامري ما لقاش حتى حل، المنع محمد علي منصر من إسكان الكرة في شباك جيرة التوزر في صورة أكثر من رائعة. الحمد لله ربي لا قاعد نخدم برشا، من اليوم سجلت معنا بونت وكان جميل برشا، ان شاء الله معنا الواحد يكمل يخدم، ان شاء الله نكمل نعاون الجمعيه ان شاء الله باللي نجم ان شاء الله. 1-0 النادي الصفاقسي يضغط من جديد، ماهر الحناشي مهد كوره لفخر الدين بن يوسف، محاوله ما كانتش بعيده على المرمى. جريد التوزر تجيب بسرعه، هيثم بن سالم يمد كوره لمارسيل كواسي، التسديد محاذي شباك رامي جريدي. يرجع بعدها النادي الصفاقسي للهجوم، محمد علي منصر في تنفيذ الركنية، كرة توصل بسام بولعابي، مالك بحر يتدخل، لاعبين النادي الصفاقسي يطالبوا بضربة جزاء، والحكم خالد الجيزاني يشير لسلامة العملية. آخر فرصة في هالشوط كانت من نصيب فخر الدين بن يوسف اللي كان قريب من إضافة هدف ثاني، ياخذ كرة من ماهر الحناشي وعلى الطاير حارس جريدة التوزر يتألق ويتصدى بامتياز. شوط ثاني يدخل جريدة التوزر بقوة، مارسيل كواسي كاد يعدل يتوغل في دفاع النادي الصفاقسي، معلول يحاول الكرة الركنية. النادي الصفاقسي يضغط من جديد، فخر الدين بن يوسف يسدد بالراس، كرة ضعيفة مرت فوق العارضة. ثم توزيعة من معلول، ندونغ يروض الكرة ويصوب، الحارس الثامري يمنع النادي الصفاقسي من التهديف. تألق الحارس الثامري يتواصل، والمرة هذه أمام أمير سعيود حارس جريدة التوزر يمنع النادي الصفاقسي من مضاعفة النتيجة. حمزة شتبري ياخذ مكان الدونغ، تغيير رافق احتجاج اللاعب الجابوني. جريدة التوزر تنهي المباراة بضغط على دفاع النادي الصفاقسي، محاولات ما غيرتش من نتيجة المباراة اللي تمكن فيها النادي الصفاقسي من تحقيق انتصار ثمين رغم ابداعات الحارس خميس الثامري اللي تألق في اكثر من مناسبة.
صراحه احنا ما كناش تامعين، راهو في 5 6 اوكازيون تلعب ضد اون غروند ايكيب في المنزه، تعبونا جرونا، لكن كنت طمع في اون دو اوكازيون، وبصراحه كنا نجموا نماركيو بونتو على سورتو برستاسيون تاع الدوزيام ميتون. الاولاد خذوا ثقه في رواحهم ولعبنا ند ند سورتو دوزيام ميتون. بون نقول يعطيهم الصحه سي اس اس، خرجوا ب 3 بوان، لكن اي شوي كونفانكو اللي مون ايكيب البروغريس. كنا حاضرين قرينا بالباهي جديد توزر، حاولنا نقطوا لقاء الشوط الاول، جاونا 3-4 فرص ضيعناهم. الحمد لله سجلنا هدف جميل، دونك توا اللي نخمو فيه لي 3 بوان، وسورتو احنا ما قبلناش هدف، قاعدين نخدموا على الشيء هذا خاطر في فاز عليه قبلنا برشا اهداف، نحاولوا في فاز روتور نقبلوا لو مينيموم بوسيبل. سي اس اس حاضر الماتش سوبر كوب؟ بيان سور سي اس اس حاضر السوبر كوب وحاضر للشامبيونز ليغ ان شاء الله بعوده ياسين الخنيسي اللي بكل صراحه ما لون دي بيس ميتريس نتاعنا في الفريق، ان شاء الله تو يرجع معنا في المجموعه ونوليو معناتها نوليو عندنا شوا كسوا القدام كسوا الوسط كسوا التالي وانا التير ما بيناتهم، خاطر جينا 8 ولا 9 ماتش اون موا اون سومان، دونك لازم لعبه كل تلعب ولازم لعبه كل حاضر ان شاء الله.